جولة واحدة لا تكفي لزوار معرض الكتاب في دورته 30، فاتساع مكتبة الأسد الوطنية والأجنحة العديدة المتواجدة فيها تجعل هذه الزيارة تتكرر، ليتمكن محبي القراءة من التجول في جميع الأجنحة. السنة الماضية اجيت لهون، اي اشتريت منه والله، وهلا هالسنة حابة اشتري قصص لبنتي. يعني الصراحة نفس السنة الماضية بس أكبر بشوي، هالمرة أكبر، يعني في تنوع أكتر شوي. يعني بصراحة أنا أول مرة بجي بزور معرض كتاب هون، انبسطنا مبسوطين. هلا الكتب الحمد يعني موجود، كل شيء شو ما بدك بتلاقي، وأسعارهم يعني حلوة كمان، إنه في شيء إنه بيناسب الكل. يجذب معرض الكتاب شرائح عمرية مختلفة لاحتوائه على أغلب العناوين التي يبحث عنها القارئ، كما يعتبر مقصدا لمن كان خارج الوطن ويعود من بوابة هذا المعرض ليتمتع بزيارة ثقافية في عاصمة الياسمين. هاي أول زيارة لك لمعرض الكتاب؟ أول زيارة، نحن مغتربين وهي أول سنة مننزل بعد الحمد لله ما رجعت الأحداث طبيعية. طب شو أكيد زرتي برا معارض مختلفة، شو شفتي فرق بين معرض الكتاب هلأ وخصوصا بعد هاي سنوات الحرب وسابقة؟ هلأ برا نحن ما كتير منزور المعارض، فنحن نزلتنا لهون وإجا وقت معرض الكتاب إنه فرصة كبيرة إلنا، خصوصا بعد هالوقت صنت من سنين تقريبا ونازلين على سوريا، فالحمد لله الوضع كتير حلو، الله يعيد الأمن والأمان. أخ عالم خيال. يعني إيه كتير حلو، بقلبه كتب كتير، يعني فيه كتير أشياء حبيته. وعلى هامش الفعاليات اليومية يتضمن المعرض ندوات حوارية حول عدد من الكتب، حيث استقبلت قاعة الندوات محاضرة للدكتور سامي كليب حول كتابه دور الرئيس الأسد في تأسيس وصمود محور المقاومة. للوصول إلى هذه النتيجة أنا قمت بتحليل العديد من خطابات الرئيس بشار الأسد، ووضعت كتاب الموجود الآن في المكتبة بعنوان الأسد من الإصلاح إلى الحرب، من خلال نظرية علمية نصل فيها إلى نتائج مؤكدة حول خطابه. وككل عام ينشط هذا المعرض الحركة الثقافية في سوريا، ويسمح لزواره بالحصول على مبتغاهم من المعرفة والثقافة. ونبقى في أجواء الثقافة التي تتصدر دمشق خلال أيام الدورة 30 لمعرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية. ضمن الأنشطة الثقافية للمعرض تم توقيع كتاب أعلام من الإعلام، محطات ورؤى، وذلك في قاعة أمية بفندق الشيراتون. كاميرا الإخبارية السورية تواجدت بالمكان، وتفاصيل بتقرير زميلتنا نيرمين عمار. وجوه سياسية، قامات إعلامية، شخصيات بارزة حضرت، تجارب وخبرات خطت بأنامل أصحابها وتراكمت بين دفتي كتاب حمل عنوان أعلام من الإعلام، محطات ورؤى، في تجربة ثنائية لإعداد الكتاب. وليأتي حفل التوقيع تكريما لقامات إعلامية سورية وعربية أعطت حق الثناء. هي الأخت أمل ملحم وسيدة ميثان عامي على هذا الجهد الذي بذلوه لإصدار هذا الكتاب، لأنه يوثق لمسيرة وأعمال أعلام من الإعلاميين العرب، ويعطي الأجيال القادمة أنموذجاً للعمل الإعلامي الراقي. حاولنا أن نوثق هذون التجارب أو التجارب الإعلاميين القديرين الكبار. هذا التوثيق ما هو توثيق لتجربة شخصية، لا، هو توثيق لمرحلة تاريخية بكاملة. كتاب وليد جلسة، كنا أنا وياها عم نحكي عن الإعلام، هموم الإعلام، شجون الإعلام، شؤون الإعلام، قديش فينا، قديش لسه نحن رح نضل ننقد بالإعلام ورح نضل نحكي بس حكي، مجرد حكي، ما في شيء تطبيق. فولدت الفكرة من هالجلسة. هيدا الكتاب طبعا هو كتاب قيم جدا، لأنه الفكرة جديدة لم تطرح من قبل، أنك تشوفي كتاب، يعني مجموعة كتب في كتاب. يعني فينك هيدا الكتاب ممكن تقري 15 كتاب في كتاب واحد، يعني وعنده القارئ مثل بيقولوا انتقائية، يعني بيقدر يفتح الكتاب يختار الجزء اللي بحب يبلش فيه. في 15 إعلامي مشارك، كل إعلامي بحد ذاته هو كتاب، كل إعلامي بهذا الكتاب بيحكي عن تجربته الإعلامية الغنية، بيحكي عن محطاته، عن أهم الشخصيات اللي قابلها خلال مسيرته الإعلامية، ما هي الأسس والقواعد اللي ممكن نحن
يعني توصلنا لإعلام متطور، لإعلام فعال، لإعلام نخبوي، لإعلام يضاهي طبعاً الإعلام الغربي. التجارب التي دونت في هذا الكتاب هي تجارب متنوعة وفي ظروف ومناخات متعددة، وهي تعرض للواقع الإعلامي من مجموعة زوايا مختلفة تغني القارئ بصورة أكثر واقعية عما يجري إعلامياً. أيضاً معالجة للمشكلات وإلقاء الضوء على بعض الوجوه الخاصة بالممارسة الإعلامية اللي عرفناها بأشكال فاضحة وعنيفة خلال الحرب على سوريا. أنا كتير محظوظة بهالفرصة اللي منحوني إياها دكتورة أمل ملحم أستاذة ميسان عام، إنه شارك مثل هيدا الكتاب اللي حيكون مرجع أساسي لجيل جديد خصوصا اللي عم يدرسوا إعلام. يأتي الكتاب كتجربة أولى في الإضاءة على قصص وتجارب إعلاميين سوريين وعرب، وليصبح أعلام من الإعلام إرثاً توثيقياً ومعرفياً لجيل إعلامي جديد ولمن يود أن يقرأ.